أهلا بكم في نشرة إخبارية مفصلة من قناة الفلوجة. أهلا بكم مشاهدينا، نبدأ هذه النشرة كالعادة بأهم العناوين. البرلمان يحقق مع 6 وزراء سابقين فيما يتعلق بعقود الطاقة الكهربائية. ردود فعل متباينة من مرسوم هيكلة الحشد وتجديد على حصر السلاح. إيران تلعب بالنار يقول ترامب، وبغداد تلتف على العقوبات الأمريكية. إخلاء قصري لمناطق حزام بغداد، والأهالي يعدونه تغييرا ديموغرافيا. مدد مجلس النواب فصله التشريعي شهرا واحدا لإنجاز القوانين المعطلة، وفيما شدد على ضرورة أن يستمر الدور الرقابي للنواب في لجانهم النيابية، أنهى مناقشة مقترح التعديل الأول لقانون الموازنة الاتحادية. وخلال الجلسة اليوم طلب نواب بضرورة تقديم المالية النيابية مقترحا لشروط إشغال المناصب العليا بعيدا عن المحاصصة وتشريع قانون مجلس الخدمة الاتحادي. وأشار النواب إلى وجود مخالفة قانونية تتعلق بتعميم الأمانة العامة لمجلس الوزراء الخاص باستمرار إصدار الأوامر من القائمين على المناصب بالوكالة. شدد نواب خلال مداخلاتهم أيضا على عدم منح الحكومة فترة محددة لحسم قضية المناصب بالوكالة، وأهمية الإسراع بحسم ملف بشكل حيادي وكامل، وإرسال الأسماء إلى مجلس النواب من أجل الموافقة عليها أو رفضها. ولكن للأسف الحكومة لم تفي بالتزاماتها، والمؤسف أنه تصدر الحكومة كتاب للعاملين بالوكالة أن يستمرون بعملهم لحين تشريع هذا القانون أو تعديل هذا القانون. هذا القرار احنا كلجنة نزاهة اعترضنا عليه، وأصدرنا بيان الآن أنه على المسؤولين في الوكالة أن لا يمارسوا أعمالهم تطبيقا لهذا القانون. لا يمكن أن يلغى القانون إلا بقانون. نعم، إلا بقانون أو تعديل القانون. من باب العدالة والإنصاف أن يخضع هؤلاء إلى عملية تقييم مهني واضح، وليس عملية إقصاء وتغيير من أجل التغيير وفق ولاءات ورغبات من قبل البعض. للأسف لم نجد جدية من دولة رئيس الوزراء الموقر ولا مجلس المحترم في إنهاء هذا الملف، حيث انتهت المدة ولم يقدم سوى 6 مواقع. بالأسبوع الماضي قدم لنا 6 أسماء لمواقع تدار بالوكالة، وهي عدد الوكالات بالدولة تتجاوز 4000 حسب ما يعني واضح عند الجميع. لذلك الحكومة ورئيس الوزراء يعني خرق هذه المادة القانونية، ارتكب خرق واضح. ما أوصلنا إلى تعديل هذه المادة هو إخفاق حكومي في إكمال هذا الملف اللي انطينا به مدة كبيرة. طالب النائب صباح الساعدي بفتح تحقيق بعقود وزارة الكهرباء المبرمة منذ عام 2006 ولغاية الآن. قدمنا طلبا لرئيس مجلس النواب المحترم بتشكيل لجنة تحقيقية تأخذ على عاتقها التحقيق في كل عقود وزارة الكهرباء التي أبرمتها منذ عام 2006 وإلى اليوم الحاضر، وستشمل التحقيقات كل الوزارات المتعاقبة في زمن الوزراء، وهم محسن شلاش، كريم وحيد، رعد شلال، كريم عفتان، قاسم الفهداوي، لؤي الخطيب. وكذلك تشمل التحقيقات نواب رؤساء نواب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ونائب رئيس الوزراء الحالي ثامر الغضبان. وقد وافق السيد رئيس مجلس النواب على تشكيل هذه اللجنة. أصدر القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي أمرا ديوانيا خاصا بالحشد الشعبي. وجاء في الأمر الديواني الذي يتضمن 10 نقاط
تأكيد عبد المهدي على ضرورة إنهاء المظاهر المسلحة وارتباط الحشد رسميا بالقائد العام للقوات المسلحة وإنهاء جميع التسميات التي كانت تستعمل خلال فترة الحرب على داعش استبدالها بتسميات عسكرية. رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أصدر مرسوما يتضمن 10 نقاط لتنظيم عمل الحشد الشعبي ولتنظيم مرجعيته العسكرية، يلزمها بالاندماج في القوات المسلحة النظامية. أمر بدمج الوحدات شبه العسكرية في الجيش وألزم فصائل الحشد بالاختيار بين العمل السياسي أو العسكري. كذلك أمر عبد المهدي أن يكون عمل قوات الحشد جزءاً لا يتجزأ من القوات المسلحة وأن تكون تحت إمرة القائد العام وفقاً للقانون الذي شرعه مجلس النواب. أوضح المرسوم أن جميع تسميات الفصائل سيتم التخلي عنها نهائياً واستبدالها بالتسميات العسكرية المعمول بها. الفصائل التي لا تلتحق بالقوات المسلحة يمكنها أن تتحول إلى تنظيمات سياسية خاضعة لقانون الأحزاب بشرط أن لا تحمل السلاح إلا بإجازة رسمية. المرسوم شدد على ضرورة تحديد معسكرات تجمع قوات الحشد الشعبي وخضوعها لما يعرف عسكرياً بنظام المعركة وفق سياقات القوات المسلحة. عبد المهدي أمر بإغلاق جميع مقرات فصائل الحشد داخل المدن وخارجها بما فيها المكاتب الاقتصادية أو السيطرات أو المصالح المؤسسة خارج الإطار الجديد، كما حدد للفصائل مهلة تنتهي في 31 من تموز الجاري للالتزام بالضوابط الجديدة. زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رحب بالأمر الديواني وأعلن فك ارتباط الفصيل المسلح المسمى سرايا السلام مباشرة تمهيدا لإلحاقه بالمؤسسة الأمنية، إلا أنه أبدأ قلقا من عدم تطبيقه بصورة صحيحة وعادلة، لكنه أكد جهوزية تياره لمواجهة أي خطر يتعرض له العراق. الأخبار مستمرة. تحت قبة البرلمان دعا نواب إلى القضاء على ظاهرة فوضى سلاح، وأكدوا أن انتشار السلاح خارج إطار الدولة أمر غير دستوري ولا يحتاج إلى تشريع قوانين خاصة بهذا الأمر، وإنما هو خرق أمني واضح وتقصير من قبل السلطة التنفيذية. أساساً لا يجوز لحمل السلاح لغير الجهات المعنية، هي القوات المسلحة فقط وبأثناء الواجب، يعني الداخلية، الدفاع، هيئة الحشد أو القوات الأمنية الأخرى. لا يجوز حمل سلاح من قبل مدنيين أو من يدعون بأنهم منتسبين أساساً حتى نرجع ونشرع قانون. يفترض من يحمل السلاح هي القوات المسلحة الموجودة وفق القوانين العراقية، غيرها هذا يعتبر خرق أمني على القوات الأمنية الداخلية والدفاع معالجته وعدم السماح لأي متجاوز يحمل السلاح خارج نطاق الدولة. ممكن أن نحد من انتشار السلاح، ممكن أن يكون هناك قرارات تقلل من ذلك، لكن أن يحصر السلاح بيد الدولة فأعتقد أنها من المهمات المستحيلة على الحكومة العراقية، وخاصة نحن نعيش حاليا هذا الوضع المتردي نوعا ما، وكذلك بوجود ميليشيات إن صح التعبير، فأعتقد حصر السلاح مهمة صعبة بالنسبة للحكومة العراقية. كشفت وكالة فرانس بريس عن التفاف العراق على العقوبات الأمريكية على إيران عبر شراء بغداد الكهرباء والغاز من طهران، فيما أكدت أن الخطوة هي نتاج أشهر من المحادثات بين المسؤولين العراقيين والإيرانيين والأمريكيين. وبحسب تقرير موسع للوكالة، فإن العراق يسعى إلى إنشاء منفذ مالي يتيح له مواصلة شراء الكهرباء والغاز، والذي سيسمح بدفع ثمن الطاقة المستوردة بالدينار العراقي، ويمكن لإيران أن تستخدم الثمن بشراء بضائع محددة، ويتيح هذا الحل الاستمرار بعملية الاستيراد دون أن يتعرض العراق للعقوبات. التقرير وصف الخطوة بالمحفوفة بالمخاطر بين حليفي بغداد، طهران وواشنطن.
حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من اللعب بالنار بعد أن أعلنت أنها تجاوزت سقف مخزونها من اليورانيوم المخصب المنصوص عليه في الاتفاق النووي. لا توجد رسالة إلى إيران، إنهم يعرفون ماذا يفعلون وهم يعرفون ما الذي يلعبون به، وأعتقد أنهم يلعبون بالنار، لذا لا توجد أي رسالة إلى إيران على الإطلاق. شدد رئيس أقليم كردستان المكلف بتشكيل الحكومة مسرور بارزاني على أهمية دور الأمم المتحدة في حل قضية تطبيع أوضاع كركوك، وجاء ذلك خلال لقاء بارزاني بالممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين هينس والوفد المرافق لها. وبحسب بيان صادر عن حكومة الإقليم، بحث الجانبان آخر التطورات في العراق وفي المنطقة وتشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم والعلاقات بين أربيلة وبغداد، وتم التأكيد على حل المشكلات على أساس الدستور. وسلط بارزاني الضوء على دور الأمم المتحدة في حل المسائل العالقة، ومنها تطبيع أوضاع كركوك وإعادة إعمار المناطق المتضررة جراء الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي. وشدد بارزاني على أهمية مراقبة وإشراف الأمم المتحدة على كافة هذه القضايا. لإنهاء القطيعة وإذابة جليد الخلافات بين المركز والإقليم، جاءت زيارة رئيس إقليم كردستان نجرفان بارزاني إلى بغداد جملة من الملفات الشائكة والعالقة منذ سنوات على جدول الزيارة للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف. مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. في أول زيارة له بعد توليه منصب رئيس الإقليم، وصل نجرفان البارزاني العاصمة بغداد لإنهاء القطيعة وتسوية ملفات شائكة وعالقة بين بغداد وأربيل، حيث التقى زعماء الرئاسات الثلاث وبعض رؤساء الكتل السياسية من أجل إنهاء حل المشاكل العالقة ضمن إطار الدستور والمصلحة الوطنية. لو حصينا الزيارات هي كثيرة، لكن بتقدير الزيارتين الأخيرتين للرئيس رئيس الإقليم إلى بغداد أكدت بأنه هناك بيئة إيجابية، بيئة ثقة متبادلة ما بين السيد عادل عبد المهدي وما بين رئيس إقليم كردستان. أنا أعتقد هذه البيئة ستدفع ملف الإشكاليات مع بين الطرفين إلى الحل بوقت قياسي إن شاء الله. خطوات التقارب بين بغداد وأربيل ترجمت بهذه الزيارة، حيث بحث بارزاني مع كبار المسؤولين جملة من الملفات منها المناطق المتنازع عليها وحصة الإقليم من الموازنة، فضلا عن إيرادات النفط ورواتب موظفي الإقليم وملف كركوك وسط تفاؤل كبير. يعني بالتأكيد العلاقة بين السيد عادل عبد المهدي وبين الكرد علاقة تاريخية، علاقة كبيرة، ولكنها بالتأكيد هي علاقة للطرفين لبغداد وأربيل، هي علاقة تهدف إلى يعني هي التي عززت التوافقات الأخيرة، وبالتالي هي لا، ولكن بالتأكيد الطرفين سواء كان السيد عادل عبد المهدي أو حكومة أربيل أو السيد الرئيس مسعود بارزاني كلها يعني علاقات أخوية، ولكن بالتأكيد الجميع حريص على مسؤولياته، حريص على يعني حجم المسؤولية الملقاة على كل جانب. ترتكز هذه الزيارة على أسس يحفها جو من الحوار الجادي والبناء، ومن ضمنها الرغبة المشتركة بإنهاء الخلافات بين المركز والإقليم والتي استمرت لسنوات، خاصة وأن حكومة أربيل داعمة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي تربطه بها علاقات متينة. رغبة جادة وقوية بين المركز وإقليمه بإذابة جليد الخلافات بينهما ضمن إطار الدستور وبعلاقات قوية أساسها السلام والاستقرار. بشير الحسن، قناة الفلوجة. مشاهدينا، بالعودة إلى ملف البرلمان، ينضم إلينا الآن عبر الأقمار الصناعية من بغداد عضو مجلس النواب السيد فلاح عبد الكريم. سيد فلاح عبد الكريم، أهلا وسهلا بك. إذن مجلس النواب يمدد فصله التشريعي شهرا واحدا، هل سيسهم هذا التمديد بحل الأزمات العالقة، أزمة الدرجات العليا، أزمة تشريع القوانين المعطلة، وما هي أبرز هذه القوانين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وتحية لكل المشاهدين. بالتأكيد هنالك بعض القوانين مثل موضوع الدرجات الخاصة وتعديل المادة 58 من قانون الموازنة الاتحادية الذي يخص بهذا الموضوع بالذات الدرجات الخاصة والهيئات. ولا بد من تمديد هذا الموضوع، لأن اليوم الجميع يعلم أن هؤلاء يعملون خارج القانون، وبالتالي كل تواقيعهم تعتبر باطلة، وعلى الرقابة المالية متابعة هذا الموضوع، لأن لا يوجد أي سند قانوني هم اليوم اللي يوقع توقيع أو اللي يصرف أموال مفروض يتحمل هذه الأموال ويتحمل مسؤولية تجاه القانون. وأعتقد البارحة صدر كتاب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهذا الكتاب يتنافى مع القانون، مع قانون الموازنة الاتحادية مطلقا، لأن قانون الموازنة الاتحادية لغاية 30، لغاية الدوام يوم 30/6 تنتهي بعد هذه الدرجات. فبالتالي لابد وأن يمدد مجلس النواب العراقي بواسطة بتعديل المادة 58 على أن يقرأ قراءتين والقراءة الثالثة. الآن تم قراءة أولى وتم قراءة ثانية وبقت القراءة الثالثة. القراءة الثالثة الآن يمكن راح يتأجل الاجتماعات مالتنا مال التمديد مال الفصل التشريعي، أعتقد لغاية 15/7. فهذه الفترة الزمنية لا يوجد لديهم أي سند قانوني يعملون به مطلقا. أما موضوع القوانين الباقية، هنالك بعض القوانين، وهذه القوانين أعتقد هنالك مهمة وهنالك قوانين غير مهمة لا تمت لتقديم الخدمة. أبرز القوانين المهمة سيد فلاح، يعني القوانين المهمة مال العشوائيات ومال هذا مال الوحدات السكنية ومال إنهاء أزمة السكن، يعني ذن القوانين اللي إحنا نشوفهن مهمات ويمسن حياة المواطن، وبالتالي هنالك ضرورة لهذه القوانين. أما القوانين هنالك اتفاقيات مع كوريا، هنالك كذا، هنالك استرداد الأموال، أعتقد هذه من الممكن أنه صار لها ما يقارب 15 إلى 16 سنة، خلي بعد تتأجل لها في الشهر زمان. نعم، يعني مفهوم سيد فلاح. سيد فلاح، خلال الجلسة اليوم أيضا يعني طالب بعض النواب بضرورة تقديم المالية النيابية مقترحا لشروط إشغال المناصب العليا بعيدا عن المحاصصة، برأيك ما هي رؤية البرلمان بهذا الصدد؟ المشكلة اللي موجودة عندنا إنه العالم تحكي بالعلن شكل وبالخفاء بالسير تحكي شكل ثاني. كل احنا رأينا انه المفروض هذه الدرجات والهيئات تعطى لناس اكفاء، ناس مستقلين بعيدا عن التحزبية، وكذلك تحفظ موضوع التوازن. التوازن كل احنا مع التوازن، كرد شيعة سنة، والمفروض رئيس الوزراء هو من يأتي بهؤلاء الاشخاص اللي يعتقد انه اكفاء وما يجامل بهم فلان على حساب فلان، وهذا قريب من الحزب الفلاني او قريب من الحزب الفلاني. نعم سيد فلاح، طيب بخصوص الموازنه، يعني انتهى اليوم مجلس النواب من مناقشه مقترح التعديل الاول لقانون الموازنه الاتحاديه وسط ايضا اعتراضات نيابيه. طبعا بالمناسبه هو حتى اكو فقرة أو قانون العفو، أكو هنالك فقرة لدى المحكمة الاتحادية ما تسمح أو ما تبيح المجلس النواب تشريع القوانين اللي بيها جنبة مالية، لازم تجينا وين إذا تريد اللجنة المعنية ترفعها للحكومة الاتحادية، والحكومة الاتحادية عبر أمانة العامة لمجلس الوزراء ترجعها لمجلس النواب. فبالتالي لو يجي القانون من رئيس الجمهورية، لو يجي من رئيس الحكومة، لو يجي عن طريق اللجنة ويرفع إلى رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية ويرجع مرة ثانية. فهذا القانون شرعت به اللجنة المالية واللجنة القانونية، واعتقد ماكو أي سند قانوني لهذا الموضوع، وسوف هنالك كثير من النواب سوف تطعن بشرعية هذا القانون استنادا لقرار المحكمة الاتحادية اللي صدر بهذا الخصوص.
نعم سيد فلاح، سؤال أخير باختصار لو سمحت، يعني هناك مطالبات بالتحقيق مع 6 وزراء سابقين بخصوص فساد متعلقة بعقود الكهرباء، تفاصيل هذا الموضوع لو سمحت. أنا بصراحة ما عندي معلومات، ولكن موضوع الكهرباء اليوم اللي أريد نفتحه للتحقيق، يعني موضوع الكهرباء موضوع شائك، وأعتقد اللي الآن الوزير اللي موجود حالياً دكتور لؤي الخطيب أعتقد يشتغل، وإذا بعد ترك يمكن سنتين وتوفرت له الأموال مثل ما توفرت بالسنين الماضية، من الممكن أنه ينهي أو يحل أزمة الكهرباء بالعراق بشكل 70 إلى 80%. نعم. أما موضوع أكو ملفات، أنا هذه ما عندي أي معلومات بهذا الخصوص. نعم، عضو مجلس النواب السيد فلاح عبد الكريم كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من بغداد، شكرا جزيلا لك. الأخبار مستمرة. استنكر أهالي منطقة الرضوانية قرار مجلس الوزراء بمصادرة الأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي، معتبرين ذلك تهجيرا قسريا لساكنها، فيما أكدوا أن أكثر من 70% لديهم ملك صرف بطابو يعود لزمن الدولة العثمانية. وطلب الأهالي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالتدخل الفوري، وأدانوا خطوة هيئة الاستثمار التي أخذت على عاتقها بقيادة سامي الأعرج مهمة إحالة ملكية الأراضي إلى الشركة المشترية، وصفين ما أقدم عليه مجلس الوزراء بالتهجير القسري. هاي الخرائط اللي موجودة اللي هي السند أوستن البكتها العثماني عدل ليها من أستن اسم القرى واسم شيوخ العشائر اللي موجودة وسنداتها موجودة. الطاب والصرف زين في كل عشيرة موجودة وكل قرية باسم عشيرة معينة وسندها موجود وبالأسماء. وهذا سند هذا أحفاده هذا جدة هذا السند هذا محمد فرحان هاي أرضنا وهاي جدنا هذه زين. مع الأسف أنه راح يجبرونا أنه نتحدث بهذا الكلام. الاستيلاء على أراضينا أراضي طاب وصرف من زمن العثمانيين، وأراضي عقود دائمية من زمن أستن، عقود 117 من زمن أستن نحن نمتلكها، ونحن محافظين على حدود بغداد وأمن مطار بغداد، ونحن مسؤولين عن هذا. يجينا مستثمر يستولى على أراضينا وعايشين عليها إحنا وعوائلنا وأطفالنا وما يقارب من 250 إلى 200 يعني عائلة أو عشيرة تستملك هاي الأراضي، اليوم يجينا يهجرنا ويطلعنا، هذا تهجير وليس استثمار. من جانبها أكدت النائبة وحدة الجميلي أن مساحة الأرض التي تحيط بمطار بغداد الدولي تبلغ 106,000 دونم، وبعدد نفوس يصل إلى 300,000 نسمة، وهم مهددون بالتهجير القسري دون بديل أو تعويض. مساحة الأرض كلها لتحيط مطار بغداد الدولي بحدود 106,000 دونم. في هذه الأرض هناك من هي ملك صرف لأناس بطاب عثماني، وهناك من هي إصلاح زراعي. فترة توطينها من قبل 150 إلى 200 سنة. عدد نفوس المنطقة الموجودين بها قرابة 250,000 إلى 300,000 نسمة. بها منشآت حيوية، مدارس، مستوصفات، مراكز صحية، مراكز شرطة، رياض للأطفال، من غير البيوت القاطنين بها مثل ما قلنا قبل 150 إلى 200 سنة. مسألة تحويلها إلى هيئة الاستثمار وبدون بدل أو تعويض لا عيني ولا مادي، برأينا من الجانب الإنساني هذا يسمى إخلاء تعسفي وتهجير قسري لأهالي أو لقاطنين هذه المنطقة. طبعا هذا يتعارض، احنا إذا نجيبها من الناحية القانونية يتعارض مع. من جهته اتهم النائب عادل المحلاوي جهات مشبوهة وفاسدة بالوقوف وراء مشروع استثمار الأراضي المحيطة بمطار بغداد. منح مساحات شاسعة من الأراضي في محيط المطار ومناطق حزام بغداد للاستثمار، وإن القرار أعلاه غير مدروس ومجحف، وفيه ضرر لمئات الآلاف من المواطنين التي تسكن منذ مئات السنين لتلك المناطق.
أن القرار أعلاه في اعتقادنا تقف وراءه جهات مشبوهة وفاسدة تقوم بتضليل الحكومة لدوافع منفعية، وأن توقيته غير مناسب في ظل ما يعانيه المواطن من نقص الخدمات الأساسية المقدمة له. ناشد النائب عمار الشبلي الجهات المعنية لإلغاء القرارات التي اتخذت في الفترة الانتقالية، مؤكدا وجود أكثر من 7000 دار معرضة للتجريف في حال إقرار إجازة استثمار مناطق حزام بغداد. نناشد دولة رئيس الوزراء، وهو قد أعطى وعدا أمام مجلس النواب العراقي بأنه سيلغي وفعلا ألغى بعض القرارات التي تم اتخاذها في الفترة الانتقالية قبل تسنمه رئاسة الوزراء للدورة الحالية، مناشدة باسم الأهالي الفلاحين أصحاب الأراضي أصحاب المساكن. هنالك أكثر من 7000 دار أو أكثر، مساحات كبيرة من البساتين سيتم تجريفها وقطع أرزاق هؤلاء الناس إذا مضت هذه الإجازة وهي فيها مخالفة قانونية. وقدمنا اليوم إلى هيئة الاستثمار، أرسلنا كتابا وإلى الأمان العام مجلس الوزراء الأدلة التي تدل على الخرق الذي وقعت فيه للأسف هيئة الاستثمار بمنحها هذه الإجازة دون الرجوع إلى الجهات القطاعية، دون الرجوع إلى الأهالي الذين قطعا يرفضون منح أراضيهم وبساتينهم ومصدر عيشهم لأي جهة سواء كان مستثمر أو لا. مشاهدينا مستمرون في هذه النشرة ونتابع فيها لكن بعد قليل. على خلفية هجمات داعش، عمليات نينوى تزود أهالي البعاج بالسلاح. أعلن قائد عمليات نينوى نومان الزوبعي تزويد أهالي قرى قضاء البعاج في المحافظة بأسلحة وعتاد من أجل التصدي لعناصر تنظيم داعش الإرهابي، وذلك على خلفية الهجوم الأخير الذي شنه التنظيم ضد قرية الخزرجية. وأمر الزوبعي قطعات عسكرية بالتحرك باتجاه مناطق الجزيرة والتعمق إلى الحدود السورية، وذلك بعدما شن داعش هجوما تسبب باستشهاد امرأتين وإصابة مدنيين بينهم أطفال وشيخ عشيرة يدعى فرحان القعيط. حصلت الموافقة على تزويد قيادة عمليات بعدد من الأسلحة لتوزيعها على المناطق الموجودة على الحدود الفاصلة والمناطق والقرى النائية، ويكون هناك تنسيق مع الفرق الموجودة الفرق العسكرية بتوزيع على الأهالي للدفاع عن نفسهم والدفاع باتجاه أي متسلل يدخل هالأراضي أو الاعتداء على هذه المناطق. وتم تبليغ جميع قيادات الفرق بإسلام قيادة عمليات سيتم توزيعها، وتم توزيع القطعات في هذا اليوم باتجاه خط الصد باتجاه الجزيرة وباتجاه الحدود الفاصلة مع الجمهورية العربية السورية. وعهدا منا كرجال قوات أمنية سنبقى السيوف المشرعة في الحفاظ على أمن واستقرار محافظة نينوى ومحافظات العراق جميعا. من جانبه دعا قائم مقام قضاء البعاج أحمد يوسف الأجهزة الأمنية والعسكرية في محافظة نينوى، دعاهم إلى زيادة عدد القطاعات الموجودة. هناك بعض الهجمات من عصابات داعش الإرهابية على خط الصد جنوب البعاج، ولكن تم التصدي لها من قبل القطاعات الأمنية، ونطلب من السيد قائد عمليات نينوى والسيد قائد الشرطة بزيادة العدد للقطاعات وكذلك تجهيزها بالعدة والعدد لصد عصابات داعش الإرهابية. هذا وروى متعب القعيط شقيق الشيخ العشيرة فرحان القعيط الذي استشهد في هجوم لعناصر داعش الإرهابي على قرية الخزرجية تفاصيل الحادثة. مقدور فرحان شلال القعيط حتى موظف بسعودية صار له 40 سنة، هذه أول مرة جاء لهان، فداخلات سيارتين من عند خط الصد ووقفات ثلاث سيارات ووقفات اثنين عند الشارع يبعد 500 متر وسيارة فايتان، شافوا السيارة يفكرون ضيف جت على الديوان، من حولوا اقتلوه وفجروا السيارة مشان ما حد يطردهم. ثاني يوم حصلنا وقتلنا منهم اثنين ورجعوا الدواعش يهجموا ثاني يوم بالليل على شكل شخصين ويفكرونهم الناس الموجودين والقوات الأمنية يفكرونهم من الموجودين هان، مباشرة ضربوا
البيت صاروخ قاذف، فصار انتشار حول الديوان والرجال الموجودين، ما فكرنا انه ما صارت يعني ملودين على الحريم وقتلوا الضحايا الأخيرة كلها من الحريم والأطفال. فعندنا ثلاث شهداء من الحريم استشهدا وأربع عندنا جرحى ومعهم طفل. بدوره كشف النائب عن محافظة نينوى نايف السمري عن شبهات وشكوك أثيرت حول الهجوم على منزل وجهاء عشيرة القعطاط في قضاء البعاج. طلبنا أن يكون إعادة تحقيق في عملية الحادث لأن فيه ملابسات، كان قبل أن يحصل الحادث جاءت قوة من الاستخبارات أو يسمونهم خلية الصقور أو من هذا، فجت خذت السلاح مال هذه القرية والشيخ تحديدا وذهبوا، وبعدها بأيام حصلت الحادث، فأكو شكوك في العملية والموضوع أنا أعتقد فيه تفرعات، ولهذا طلبنا التحقيق من أوله، القوة تأتي ومن معها ولماذا أتوا إلى هذه الجهة، ومن ثم القطعات الموجودة ليش ما تحركت بعملية الاستهداف، ولا هذا البيت وتحديدا هذا البيت وهذه العشيرة. قال وزير الهجرة نوف البهاء موسى إن الأنبار قد تكون أول محافظة تخلو من مخيمات النازحين خلال العام المقبل. وشدد موسى خلال لقائه بالمحافظ علي فرحان على توحيد الجهود بين الوزارة والمحافظة والجهات ذات العلاقة لحل جميع المشاكل التي تحول دون عودة النازحين والعمل على إعادتهم وإغلاق ملف النزوح. ودعا موسى الحكومة المحلية في الأنبار إلى توظيف المبالغ المحولة من تخصيصات وزارة الهجرة لدعم الاستقرار في المناطق المدمرة وإعمارها، إضافة إلى تأهيل البنى التحتية لتشجيع النازحين على العودة. مجلس الوزراء حكمته وطلبنا من دولة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء أن يخصص مبلغ مليون ونص للعائلة من ملحق الطوارئ، أتمنى أيضا في مجلس الوزراء يرفع هذا ويتم القرار في مجلس الوزراء دعما للعوائل النازحة وتشجيعهم على العودة إلى مناطقهم. إحنا للسيد المعالي بشكل دقيق الأجواء التي يعيش بها النازحون النازحين في هذه المخيمات، ومن هذه المشاكل أيضا هي المشاكل التي أشرناها جرف الصخر والمناطق المجاورة لها. تمكن طبيب بابلي من تحقيق اكتشاف طبي جديد سيحدث تغييرا جذريا في علاج تشنج العصب السابع، اكتشاف طبي حديث بيد عراقية سينهي معاناة آلاف المرضى بعيدا عن الكهرباء وبعيدا عن العقاقير الطبية. تشهد الجامعات العراقية عودة ملحوظة إلى مكانتها المتقدمة بين جامعات العالم، فالبحوث العلمية التي يقدمها الطلبة ساهمت بشكل كبير بتحقيق هذه الخطوة. أحد أساتذة كلية طب الأسنان في جامعة بابل ومن خلال مجموعة من البحوث توصل إلى طريقة جديدة لعلاج التهاب العصب السابع بعد كشفه الحقائق العلمية التي تخص هذا المرض، والتي أثبت من خلالها أفضلية علاجه بتقنية الليزر الحديث. الطريقة القديمة كان نستخدم طريقة العقاقير ونحولها بعد أن يتحول من المرحلة الحرجة الحادة إلى المرحلة المزمنة، حولها إلى طريقة الكهرباء، التحفيز الكهربائي من خلال التطبيق على منطقة الوجه. حاليا نستخدم طريقة الليزر واطئ الشدة والتي هي بسيطة وما مؤلمة، بالعكس يجي المريض كلش فرحان ويشوف التحسن من أول 3-4 جلسات بمختلف أنواع التصنيفات، يبدأ من الأول مرحلة الأولى مرحلة السادسة. الليزر هو متداول عالميا، مكتشف حديثا، مطور بشكل كبير، كذلك لا يحتوي على آثار جانبية، وبنفس الوقت هو حاليا متوفر بالعراق. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أكدت من خلال عمداء الكليات إنها ستعمل على دعم البحث العلمي وتوفير كافة المستلزمات والمتطلبات المالية للطالب والأستاذ.
اللي حصل أنه كافة الكليات وكافة تشكيلات الوزارة بدأت تدعم وتشجع البحث العلمي بكافة أساليبه، من خلال أساليب إدارية وأساليب مالية، دعم الباحثين ماليا، إفادات إلى خارج القطر لغرض إكمال دراسات بحثية. وأتى هذا الموضوع بثمارة، حيث أن أعداد البحوث المنشورة في مجلات عالمية ومستوعبات عالمية قد قفز نوعية كبيرة جدا خلال السنتين أو الثلاثة الأخيرة. وكذلك حصلت الجامعات العراقية ومن ضمنها جامعة بابل ومن ضمنها كليتنا على مراكز متقدمة جدا بالتصنيفات العالمية والتصنيفات المحلية والإقليمية. من محافظة بابل عيسى العطواني، قناة الفلوجة. في محافظة ديالى قدم رئيس تحالف المحور الوطني الشيخ خميس الخنجر التعازية والمواساة بوفاة الشقيق النائب الشيخ عبد الخالق العزاوي. وحضر مع الشيخ الخنجر بمجلس العزاء كل من رئيس كتلة المحور الوطني النيابية أحمد عبد الله الجبوري ورئيس كتلة المشروع العربي النيابية الشيخ أحمد الجربة، مع عدد من أعضاء تحالف المحور الوطني، حيث قدموا التعازي والمواساة لذوي الفقيد وعشيرته، سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. هذا وكان باستقبال الشيخ الخنجر حشد كبير من شيوخ ووجهاء عشائر محافظة ديالى. مو كل من رجب نقول عنه استاذ، ولا كل من سمر هيفوز بالمطراد. عم تتفاخر العليا لو قلت عوا تتفاخر العليا. احنا لوقنها ومن واحد شهدت محافظة ديالى هدم أكثر من 140 مدرسة في عام 2011 تطبيقاً لمشروع أطلق عليه الرقم واحد، مما تسبب بوضوح في تراجع المستوى التعليمي داخل المحافظة. ماذا ستفعل الحكومة المحلية وكم تحتاج ديالى من المدارس؟ التفاصيل في تقرير عمر العبيدي. مشروع رقم واحد الذي تم بموجبه تهديم 145 مدرسة تحوم حوله قضايا فساد إدارية ومالية بين وزارة التربية والإعمار والإسكان في عام 2011، أحيل لشركات أزالت مئات المدارس في العراق ومنها ديالى، ليبقى هذا الركام شاهد على بشاعة وابتزاز هذا المشروع. حقيقة المشروع رقم واحد واثنين في محافظة ديالى الخاص بهدم مدارس المحافظة بما يقارب 145 مدرسة، يعني أثر بشكل سلبي كبير على الواقع التربوي في المحافظة. بعد أن افترش طلبة ديالى الأرض مع مقاعد متهالكة وصفوف ممتلئة لا تصلح للتدريس في أغلب المناطق، أصبح الدوام مزدوجا يجمع عدة مدارس في بناية واحدة، وفي بعض القرى تبرع الأهالي بمنازلهم لتكون بديلا للبنايات المدرسية. مدرستنا تفلشت على أساس يبنوها من جديد بشكل أحسن يفيد الطالب. للأسف المدرسة للساحة هي حطام موجود على القاع. نرجو من الجهات المعنية تفعيل هذا المشروع وبناء المدارس، لأن أنا يعني هسه اضطريت أنقل المدرسة كلش بعيدة عن منطقتي. مجلس ديالى خصص 72 مليار دينار من صندوق إعادة الإعمار لإنشاء 105 مدارس، فيما تحتاج المحافظة 500 بناية لفك الاختناقات في عموم الأقضية وقراها بعد تهالكها بسبب الظروف وقدمها والحروب وعمليات التخريب. بخصوص قرار مجلس محافظة ديالى بالتصويت على 105 مدرسة، القيمة الإجمالية لهذه المدارس حوالي 72 مليار دينار عراقي من صندوق الإعمار يتم تمويلها. طبعا هذه المحافظة بأمس الحاجة إلى بناء المدارس، علما أن المحافظة الحاجة الفعلية تحتاج إلى أكثر من 500 مدرسة. لم يتبقى للطلبة سوى الانتظار لتنفيذ الجهات المعنية وعودها ببناء المدارس، وأن لا تكون كسابقها حبرا على ورق لتعود معاناة الطلبة التي لا يبدو أنها ستنتهي قريبا بافتراش الأرض لتلقي العلم.
من محافظة ديالى عمر العبيدي، قناة الفلوجة. في ملف آخر، ناشد مواطنون رئيس الحكومة عادل عبد المهدي بإنهاء الروتين والبيروقراطية المنتشرة في دوائر الدولة. ونشر أحد الموظفين على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ل52 كتاباً رسمياً تتعلق بطلب نقله من دائرة لأخرى، متسائلاً بقوله إن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قال أنه سيقضي على الروتين والبيروقراطية في دوائر الدولة، ولكن هذا لم يحصل حسب قوله وأدناه. صور ل52 وثيقة حكومية وهي حصيلة طلب لنقل من تربية الرصافة الأولى إلى الثانية. أكد عضو مجلس النواب عبد عون العبادي أن الفقر في العراق وصل إلى نسب كبيرة، دعينا الحكومة لإنعاش الاقتصاد وإنهاء ملف البطالة. لا يخفى على الجميع أن نسبة الفقر في العراق وصلت إلى حد لا يطاق، وهذا سببه قلة فرص العمل وازدياد البطالة وسوء الخدمات المقدمة للمواطنين وفي كل المجالات. وإيمانا منا بالعيش الكريم للمواطن العراقي الذي كفله الدستور، يجب على الحكومة إنعاش الاقتصاد وتقليل نسبة الفقر والبطالة، ومن خلال ما يلي: أولا، إعادة تشغيل المعامل والمصانع الكبيرة المتوقفة عن العمل. ثانيا، إلزام الشركات والمقاولين بتشغيل العمالة العراقية حصراً، ونقول حصراً في المشاريع، وليكن ضمن هذا ضمن بنود العقد أو المقاولة. ثالثاً، على وزارة الداخلية ومديريات الإقامة العامة الحد من ظاهرة دخول الأجانب كسياح وبقائهم في العراق للعمل. إلى الرياضة، حيث نفى مستشار رئيس الوزراء لشؤون الرياضة إياد بنيان الأنباء التي تحدثت عن وجود عقوبة بحق مدرب المنتخب الوطني السابق عدنان حمد، مؤكدا أنه كفاءة تدريبية ويحق لهم مزاولة العمل التدريبي في وطنه متى يشاء. بنيان قال في بيان له إنه بعد التمحيص والتدقيق تأكد لدينا عدم وجود أي عقوبة رسمية بحق المدرب عدنان حمد، وبحسب ما ورد من كتب رسمية من وزارة الشباب والرياضة واتحاد كرة القدم المركزي، فإن أمر العقوبة المشاع في وسائل الإعلام والذي تتداوله الجماهير لا يوجد له سند قانوني صريح. من جهته، شكر المدرب عدنان حمد في بيان مستشار رئيس الوزراء، مؤكدا أنه لم يفكر للحظة واحدة بالتخلي عن واجبه تجاه وطنه ورياضته. محمد، تعرف كان مدرب مين عدنان حمد؟ الأردن طبعا، منتخب الأردني. بعيدا عن السياسة وتحديدا في هوليوود، إذ كشف منتجون عن سعر سيارة جيمس بوند في فيلمه الجديد بوند 25، وهي من نوع أستون مارتن فالهالا، حيث يبلغ ثمنها ما يقرب من 1,900,000 دولار. وبحسب الشركة المنتجة، فإن سيارة أستون مارتن الفضية الهجينة الجديدة قادرة على الوصول إلى سرعة أكثر من 200 ميل في الساعة، ومزودة بمحرك توربيني مهجن من فئة V6 وبقوة خارقة تصل لألف حصان. وستعرض شركة أستون مارتن نسخا محدودة من هذا الطراز المميز بعد 500 سيارة فقط. ختام هذه النشرة مشاهدينا وتذكير بالعناوين. البرلمان يحقق مع 6 وزراء سابقين فيما يتعلق بعقود الطاقة الكهربائية. ردود فعل متباينة من مرسوم هيكلة الحشد وتجديد على حصر السلاح. إيران تلعب بالنار يقول ترامب، وبغداد تلتف على العقوبات الأمريكية.
إخلاء قصري لمناطق حزام بغداد، والأهالي يعدونه تغييرا ديموغرافيا. الوجد الطيبي للمزيد من الأخبار، كما يمكنكم متابعتنا وتواصل معنا على فيسبوك تويتر ويوتيوب. في أمان الله، إلى اللقاء.